اهلا بحضراتكم مره تانيه. هنروح لتقرير يعني كده فاتح للشهيه يعني في الصباح. السلمون طبعا من الاسماك الغنيه جدا والثريه جدا بالاوميجا 3 وبدهون ومن الحاجات المهمه جدا والمكلفه بالظبط يعني والمكلفه والكافيار كمان من انواع المكلفه جدا، لكنه في جزيره روسيه اسمها سخالين. الجزيره دي بتعتبر انه اقتصادها الاساسي هو الذهب البحري يعني اللي هو السلمون، يعني بيسموه الذهب البحري زي الذهب العادي كده او الحلي. الجزيره مع كده لا زالت تعاني من مشاكل صيد هذا النوع المعروف من الاسماك، لانه بيتم الصيد بطريقه غير مشروعه في مناطق الشرق الاقصى بروسيا، وغالبيه سكان مدينه سخالين يعملوا في قطاع صيد وتصنيع هذه الاسماك المهمه والغاليه السمك. صحيح، لانه طبعا بيحقق لهم ربح كبير جدا، وهم كمان عندهم خبره كبيره قوي، بيجوا للجزيره من مناطق مجاوره، وطبعا مش بس بيصطادوا السمك لكنه كمان على نفس الجزيره في مصانع لتصنيع اسماك السلمون والكافيار. نتابع مع حضراتكم التقرير ده. أنواع مختلفة من الأسماك الشهية في عصرنا تتمتع بشعبية هائلة، فمعظم الأطباق المحببة هي أطباق مصنوعة من سمك السلمون المرقط، وهي من الأسماك الملكية في روسيا. فهناك الكثير من الشركات العاملة في تجهيز وبيع هذه الأسماك، وتعد أقدم مزرعة سمكة السلمون المرقط هي تلك التي تقع في إدلر. وللحفاظ على هذه النوعية المميزة من الأسماك، قررت الحكومة السوفيتية تنظيم هذه المناطق وإنشاء مؤسسة متخصصة في تربية هذه الأنواع. مزارع تراوت هو الاسم الذي يطلق على عدد من أنواع المياه العذبة أو الأسماك الدهنية في ثلاثة من أصل سبعة أنواع من عائلة سلمونين الفرعية. وكان الغرض الرئيسي من بناء تلك المزارع هو توفير أطباق لذيذة منه. في عام 1964 تم بناء مزرعة الأسماك، واليوم ربما تكون هذه المزرعة أكبر مزرعة تراوت في البلاد، حيث يعد سمك السلمون المرقط مصدرا مهما للغذاء لكل من البشر والحياة البرية، كما أن الطلب عليه كبير في أسواق السمك لأنه يحتوي على مستويات عالية من بروتينيات الأسماك. لا يمكن إطلاق أي نشاط تجاري وصيانته بسهولة، لذلك يجب أن نفهم أن إطلاق مزرعة سمك السلمون يتطلب الكثير من الجهد ويتطلب رأس مال معتدلا لإنشاء بركة أسماك تجارية قياسية. لذا تسعى الأبحاث والتطوير المستمر إلى زيادة كفاءة الإنتاج والمبيعات من خلال زيادة كثافة التربية وتطوير أنواع الأسماك المتفوقة وراثيا لتحسين النمو والتكاثر. هناك شيء واحد جيد حول هذا النوع من الأعمال، هو أنه يمكن البدء في بركة أو حوض للسمك بما في ذلك الأعمال التي يقوم بها الصيادون، فكل شخص لديه الفرصة للقبض على سمكة كبيرة في مزرعة ليقوم بدوره نحوها، وبذلك يصبح مصدرا إضافيا للدخل للمؤسسة.